المسار اللي يكون فيه عرض الأعمال المسائي الخاص بمدرستنا المصرية الأمنية برج العرب. النهارده هنعرض على حضراتكم قضايا مهمة، وأتمنى أن تنال على الرأي. أستأذن حضراتكم تنتظروا بقية دلوقتي. خلونا نتعرف على لجنة التحقيق اللي هنحاسب عليها. أنا زين شرفت بوجودي معاكم النهارده. ازيك عامله ايه؟ حاسه ان انتي لسه تعبانه؟ حاسه ان انا تعبانه. ايه ده؟ هعمل ايه؟ سما هعمل ايه؟ عرفت هندسه الاسعاف. الو اتفضلي. عايزه سيارات اسعاف ضرب. واحده حضرتك اسمك ايه؟ اسمي نور. يلا بسرعه، عايزين سيارات اسعاف ضروري. الحاله الطارئه بتاعت حضرتك؟ صاحبتي وقعت في الارض ومش عارفه اعمل ايه. سيارات اسعاف ضروري. هو ده وقته؟ يعني مش انت المريض. ممكن اعرف اسمه ايه؟ اسمها مش اسمه، لانها بنت اسمها سما. والمكان فين؟ انا في حته ضلمه كده مش عارفه انا فين. انا هبعتهولك على الابلكيشن. سيارات الاسعاف بتوجه المكان حضرتك. ويوا ايه ده؟ مالها؟ حصل ايه؟ ده وقته مش كمان. يلا وقعت الأرض. طب هي عندها كام سنة؟ عندها 9 8، مش عارفة كان عندها. طب أنت عندك كام سنة؟ أخدي وقته. يلا طيب حاضر. مفيش حاجة خالص، تعبانة بس شوية. هتمشي على العلاج ده لمدة 3 أسابيع وحاجة كتير. هو ده التلات ساعات، ملهاش قشطة، 3 خطوات بس. واحدة واحدة، العلاج لسه ما عملش مفروض. خايف سيارة الإسعاف توصلنا لحد البيت عشان تمن على سبعة. أحسن. موقف زي ده خليكم اتعاملي في الموقف ده.